بدي أنط على موضوع ثاني وهو موضوع مخيف يخيف الأردنيين جميعا، موضوع الاقتصاد. نعم. هل ترى أنت كمحمد الفايز النائب اللي داخل الآن مطبخ التشريع أن هناك أمل قريب في فك الأزمة الاقتصادية الأردنية، الاقتصاد الذي قالوا لنا منذ 20 عام وأكثر أنه موجود في غرفة العناش؟ شايف في حلول؟ في تخفيف على الناس ولا على المدى القريب ما في من هالحكي؟ شوف، خلينا نربط الموضوع في نرجع في مجلس النواب. مجلس النواب إذا أخذ دوره الحقيقي الآن أخذ دوره الحقيقي في محاسبة الفاسدين وفتح الملفات اللي يفترض أنها تنفتح، راح يفكفك يعني عقبات الاقتصاد. لما نتحدث عن الاقتصاد نحكي عن الطاقة. أنا واحد من الناس اللي فتحت ملفات الطاقة، وأنا أعتقد أنه الطاقة 80% من معيقات الاقتصاد أو من خلل الموجود عندنا في الأردن. كيف؟ اشرح الناس كيف؟ يعني الطاقة مرتبطة في كل شيء. صحيح. في كل شيء. هل معقول أنه إحنا نستورد النفط ونستورد البنزين الآن سعره مثل ما كنا نستورده قبل 15 سنة؟ والعكس السعر أعلى من ما كان سابق. هل معقول؟ بيقولوا في لعبة حكومية في الموضوع في القصة. شوف الضرائب اللي انحطت والأرقام هذه كلها غير مبررة. يعني غير مبررة أولا، لأنه إحنا أصبحنا بلد نفطي. إحنا قاعدين يعني الدولة تربح من برميل النفط أكثر من البلد المنتج للنفط. إحنا نربح من تجارة السيارات وجمرك السيارات أكثر من البلد اللي تصنع السيارات. المصاري وين تروح؟ وين تروح؟ وين تروح المصاري؟ طيب أنا أنت الآن صرت نائب ولك 5 أشهر بعد مجلس النواب، المصاري وين بتروح؟ ما بشتر الموضوع. طبعاً. وين بتروح؟ طبعاً. طيب؟ يعني تيجي على التهرب الضريبي مثلاً. التهرب الضريبي يعني وهذا كمان ملف، هذا كله راح ينفتح الفترة القادمة. راح يخلوك تفتحه؟ بأريحية. لأن الهواء مش بيخلوك تلعب. راح يخلونا، تعرف ليش؟ لانه مش انا اللي انا لما ما انا ما بقول انا لانه راح اكون انا من ضمن مجموعه من الزملاء يعني دائما بتحدث بيقولوا لا بدي تصلح هالمعلومه بيقولوا كل ما يقوم واحد بهالبلد يوقف بيضربوه على راسه. هل هذا صحيح؟ هل كل واحد بده يحمل هم وعبء الاردن فوق كتافه وبده يجي يحكي عن الفساد الحقيقي وبده يسلم فاسدين وبيبين خوفه على الاردن عن جد بيقوم يطصوه؟ ما بيقدروا. إذا أنك أنت متمكن من نفسك وتتحدث في شيء وعندك فيه الوثائق وعندك فيه المعلومات وتشتغل ضمن آلية معينة، ما راح يقدر. أنا قاعد أشتغل مش لحالي مجلس النواب، أرجع أقول لك أني قاعد أشتغل ضمن مجموعة كبيرة من الزملاء والزميلات. متفائل؟ أنا متفائل والله. متى تحبط؟ أو متى راح تعرف مرة ثانية؟ تقول لي يا أبو وطن والله كلها حرث بمية. تعرف متى مقياسي هذا راح يكون؟ بالدورة القادمة بالمرحلة الجاي إذا كنا طبعا موجودين كنا لازلنا الدورة تقصد المجلس ال20؟ لا المجلس الدورة هذه الحالية لأنه تشكيل الكتل ينتهي مع انتهاء الدورة اللي فاتت. يعني ب11 بده يعاد تشكيل. بأي كتلة صحيح؟ كتلة الشعب. بأي لجنة؟ أنا باللجنة المالية والإدارية. المالية المطلع على طبعاً. أنا ناقشت وزير المالية في عدة نقاط، وجزء من المعلومات اللي أعطانا إياها جزء منها مضللة، جزء منها غير حقيقية. وزير المالية أعطانا معلومات مضللة؟ طبعاً. يعني لما يتحدث عن موازنة وضعت، وأنا حكيت ونبهت في ذاك الوقت إنه الموازنة وضعت على خيارات إنه الجائحة انتهت. ما وضعت على الوضع اللي احنا فيه الان، وانا حكيت وانا مش مالي ولا اقتصادي الان اللي حكيته قبل 4 شهور الان احنا قاعدين نمر فيه. هذا واحد. 2، لما تحدثنا عن الديون والمديونيه اخفوا ديننا اللي على الضمان الاجتماعي. طب ليش دين الضمان الاجتماعي؟ طب ليش اخفوا؟ عشان يعطونا مصاري من برا. مشان يدعمونا من برا انه الدين يعني مسيطر. اكيد لازلنا نقترض. واللي دعمونا في نزاع الموازنة لازلنا نقترض. احنا مقترضين 2 مليار يعني. طب ما احنا نرجع نقول المصاري بتيجي واحنا شايفينها. صحيح. في شيء في ما خليتني كمل. اذا لم نستطيع اعادة تشكيل الكتل بشكل قوي، ترى وللعلم هذه اللي حكى فيها جلالة الملك. جلالة الملك حكى في عدة مرات، بس بدك من يلتقط الإشارة. والله هو كان يعطي إشارات من 15 سنة. بس بدك مين يلتقط الإشارة؟ قال أتمنى أرى داخل أروقة مجلس النواب كتل قوية. صحيح. تستطيع أن تحاسب حكومة برلمانية حتى تشكل حكومة. صحيح. إحنا أمامنا خيار موجود مطروح، ليش نشكل 7 كتل
وكتل هلامية بينما نشكل كتلتين أو ثلاث. أنا وهذا اللي قاعدين نشتغل عليه الآن. إذا تشكل كتلتين ثق تماما عندها راح تكون في محاسبة للحكومة وراح يكون مجلس النواب يقوم بدوره الحقيقي. غير هيك حكي فاضي. جلالة الملك حكى في من أول ما بداية عهده كان يقول أنا في عندي ديناصورات، أنا قاعد بدي حارب الفساد لكن عندي عندي ديناصور. شوف الفساد مش بس بالمؤسسات، الفساد فينا إحنا، إحنا كمواطنين. بدي أسألك على الفساد. الفساد لما يكون بدي أحكي لك شغل اسمح لي بس. الأردن مبني على 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 يعني ما بدي أفوت بتفاصيل حتى لا أفهم خطأ، لكن طبيعة المجتمع الأردني أنا طول الوقت أنا أنظر الفساد والفساد، لكن إذا ابني دخل في قضية فساد ثاني يوم أوقف بالشارع أوقف معه ضد الحكومة وصير أحرق كوشوك وأحرق بلاد. لا أنا إذا ابني فاسد أنا قاعد أطالب والآن وعيدها كما مرة وثاني وثالثة، إذا ابني فاسد أنا أول واحد أطالب أنه يتحاسب، وإذا أخوي فاسد أول واحد أطالب أنه يتحاسب. عند هذه النقطة تختلف الأمور. هذا كان يحكي فيه ترى جلالة الملك ونبه أنه بدنا نحارب الفساد بس في عندنا طب تتوقع معيقات. الأردن فيها فاسدين كثار كثار، وانا بقصد الكبار عن اللي نهبوا ملايين زي ما بنسمع. هل هذه الارقام حقيقيه حسب اطلاعك وانت في اللجنه الماليه وال... يعني نعم حقيقيه، يعني لو جمعناهم كلهم مع بعض يغطن العجز اللي عندنا. شوف ملف الطاقه لحاله ملف الطاقه خلينا بس يعني نفصله هذا الملف وترك الامور الثانيه. يعني تحكي عن خمس اشخاص وفي معهم كمان ثلاثه ثمان اشخاص يعني استولوا على كل مدخول البلد. وليه ما قدرت توقفوهم لغايه الان؟ بدينا الان فتحنا الملف الان. انا حكيت لوزيره الطاقه وهيني اعيدها كمان مره. الان احنا من هون لواحد عشرة لحين انعقاد الدوره. اول سؤال راح يكون انه محطوط سؤالي على جدول الجلسه الرقابيه لوزيره الطاقه بفتح ملفات العقود الطاقه المتجدده البديله، انه احنا الان في العروض قرش وسبعة ولا زلنا نشتري به 13 و14 لمصلحه مين؟ مين اللي وقع العقود هذه من الوزير وموظفينه؟ اللي وقع العقود هذه ل 27 سنه؟ يعني لمصلحه مين؟